المسائية من مهرجان هجني مرغم للهجن تحت إدارة نادي دبي لسباقات الهجن. شكرا أبناء بن غدير. وهنا نتابع مشاهدينا الأعزاء هذه الانطلاقة حيث يسير هذا الشوط معلنا حضور فئة القعدان ضمن الأشواط المفتوحة في أمسية هذه الليلة في روعة المساء في تحدي هذا اللقاء من فئة الحقايق التي تسير بحثا دائما عن التنقيب عن نوعية أصيلة من الأصايل في هذا العالم الساحر. المقدمة في تقدم من خلال وافي لمسري بن سالم بالعرطي الحميري يتقدم المشاركين، يليه الشهم سالم بن سعيد بن دلهم الهاجري محتلا المركز الثاني، بينما المركز الثالث لهب سيف بن علي بن مران الظاهري يمر من خلال هذه اللحظات نحو المركز الثالث. المركز الرابع المركز الرابع وصول من الدنقلاوي محمد بن علي بن غدير الاكتبي يحتل المركز الرابع. المركز الخامس القيادي ركان بن محمد العمري، بينما المركز السادس وصل منذر قادم عامر بن سالم العمري يحتل المركز السادس، بينما المركز السابع ياتي زومان سهيل بن محمد بالحطم العامري. المركز الثامن شعار يوسف غانم اهلي حيث تتقدم الفالح الى المركز الثامن. المركز التاسع حوران عبد الله بن سيف بن مصبح الكيبالي. المركز العاشر هذا هو هتان خالد بن مبارك بن سعيد الوهيبي. هكذا هي النتيجة لمراكزنا المتقدمة مشاهدين الأعزاء مستمعين الأفاضل في مهرجان مرغم. 4 كيلومترات شاهدنا من خلالها أشواط الكؤوس والرموز في هذه الأمسية. نذهب مع أشواط أخرى في منافسات لا تقل وزنا وأهمية في مشاركة هذا المهرجان. العودة إلى حوران عبد الله بن مسيد بن مصبح الكيبالي يتقدم في هذه اللحظة إلى مقدمة الشوط بن مصبح إلى ناموس هذا الشوط، بينما وصل الغانم أو هنا يأتي في هذه اللحظات الفالح واصل الفالح. هنا تعود ملكيته غانم يوسف علي يتقدم إلى المركز الثاني. المركز الثالث وصل الوهيبي مع هتان خالد بن مبارك بن سعيد الوهيبي إلى المركز الثالث، بينما المركز الرابع القيادي ركان بن محمد العمري يحتل المركز الرابع. المركز الخامس أسماء منضمة إلى منافسات هذا الشوط. ها هو بالحب يتقدم مع الحذر سعيد بن محمد بالحب، بعدما قدم لنا صاحبة الشوط صاحبة الكاس جميلة مع بالحب. نشوف صاحبة التوقيت الأفضل خذ له كاس خذ له سيارة خذ له عقد حتى اللحظة ولا يزال صامد حتى هذه اللحظات. شوف المركز الخامس هذا اللي وصل شاهين بدر بن سعود بن علي المونسي يحتل المركز الخامس. المركز السادس منذر عامر بن سالم العمري. المركز السابع يصل كفو لمحمد بن سالم بن سعيد الوهيبي يحتل المركز السابع. المركز الثامن هذا القادم روسيل لسعادة محمد بالعوض المنهالي ابو احمد. المركز التاسع هذا اللي وصل الان قصاف عبد الله بن طالب بن شريم المري. والمركز العاشر هناك مناور عتيج بن مطر بن حسن القبيسي الكيل. والاخير استعدوا يا مشاهدين استعدوا يا مشاركين. الله شوف اللي امامكم يقود هذا الشوط لمبارك بن سعيد الوهيبي مسيطر كل السيطرة. خالد بن مبارك بن سعيد الوهيبي هتان مسيطر بالحب يلاحق مع الحذر سعيد بن محمد بالحب العامري يلاحق المركز الثاني. المركز الثالث حوران عبد الله بن سيف بن مصبح الكيبالي على المركز الثالث منذر بالمركز الرابع عامر بن سالم العمري. وبالحب يقتنص الانتصار يقتنص الفوز يبغي النقطة الثانية، لكن حذاري من منذر منذر قادم عامر بن سالم بن علي العمري بدأ يطير، لكن الحذر مسيطر يا بالحب. ومنذر أعلن الإنذار الأخير يا سلام يا العمري والعامري باللحظات الأخيرة.
منذر انتزع الشوط. عامر بن سالم العمري وبالحب يحاول، بالحب يحاول مع كفو، مع كفو في هذه اللحظات، او الحذر اللحظات الاخيره يا بالحب ويا العمري. عامر بن سالم العمري منذر هو صاحب الشوط. تهانينا والناموس لعامر بن سالم العمري على فوز منذر بالمركز الاول، تهانينا على هذا الانتصار. الحذر حل في المركز الثاني، سعيد بن محمد بن حب العامري المركز الثالث وصل وتقدم قصاف عبد الله بن طالب بن شريم المري. المركز الرابع الهتان خالد بن مبارك بن سعيد الوهيبي، والمركز الخامس ها هو كأبو محمد بن سالم بن سعيد الوهيبي. هكذا كانت النتيجة مشاهدين الأعزاء لأجواء ومنافسات هذا الشوط. تهانينا للجميع. 5:57 خمسة أجزاء من الثانية مع منذر سالم أو عامر بن سالم العمري. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني 5:57 ثمان أجزاء من الثانية. تهانينا لمالك الحذر سعيد بن محمد بن الحب العامري، بينما اللي حل في المركز الثالث كان حاضرا في منافسات هذا الشوط هنا بخمس دقائق او لحظات الوصول في هذه اللحظات 6:08 اجزاء من الثانيه. تهانينا والناموس لمالك قصاف عبد الله بن طالب بن شريم المري. تهانينا والناموس.